السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناتي وقناتكم ديلي السكينة. اليوم كنقترح عليكم طريقة رائعة وناجحة للعسل، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف بزاف. إلا عجبكم فيديو تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تستافدوا من جميع النصائح، وإلا عجبكم فيديو ديروا جيم، بارطاجيو فيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وشاركوني اقتراحاتكم وارائكم. الا كنت اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير ديال تحضير العسل، كنستعمل قالب ديال السكر، غادي نحتاجوا الاطرو ديال الماء، نص حامضه كنقطعوها على زوج، غادي نحتاجو 3 العويدات ديال القرفه و 3 العويدات ديال القنفل، وهنا واحد الكموصه اللي كنوضعو فيها اتاي اولا الشاي الاخضر. اول حاجه غادي ناخدو طنجره اللي غادي نوضعو فيها السكر، تقدو تهرسو ما تخليوش بحال هكايا صافي، وغادي نكب فيها داك اطرو ديال الماء. صافي، وغادي ندير هذاك الحامض، هادوك 3 العواد ديال القرفه، غادي نزيدو هاد 3 العويدات ديال القرنفل، غادي نزيدو هاد الصريره ديال الكموسه ديال الشاي الاخضر اولا اتاي. صافي، وغادي نوضعوهم على نار حتى كيبداو كيغلاو، وغادي نزيرو عليهم الكوكوط ديالنا، غادي نحسبو ليهم واحد 20 دقيقه صافي ونحبسوهم. منين غادي نحلو عليه تبان لينا ديك الحامضه اللي وضعناه تعسلات صافي، كنحبسو عليه الطياب، بانت لينا باقه غادي نزيدو عليه واحد شويه تقريبا 10 ديال الدقائق صافي. بالنسبه للطياب ديال العسل ما نخليوش حتى كيولي لكم كحل صافي، 20 دقيقه راه كافيه باش انه كيجيكم العسل ديالكم زوين. فبالنسبه لي انا استعملت هنايا القالب، قالب ديال السكر في 2 كيلو، تقدروا تستعملوا قالب ديال السكر اولا تستعملوا السكر سنيده. فبالنسبه اللي كيبغي يدير الاضافات تزيدوا الزعتر ولا تزيدوا اليزير، هادوك حسن الاخر ملي كيطيب العسل عاده كديرهم في صريرات وكتوضعوهم في العسل باش كيطلقوا ديك النكهه ديالتهم في العسل، حيت الا استعملناهم من الاول فهما كيتسموا ما كيجيش المذاق ديالهم، ما كيبقاش المذاق ديالهم زوين. من الاحسن حتى الاخر ونحطوهم في هذيك السخونيه ديال العسل كيطلقوا المذاق ديالهم. دابا انا غادي نوضع الطنجره ديالتي حتى كيبدا كيغلى ونسدها لهم طلاقه. انتما كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كيذوب السكر كيبدا كتوصلوا السخونيه كيبدا كيذوب راسو، فمن الاحسن انكم تهرسوا السكر اولا تكبوا عليه الماء. كيف ما كنعرفوا ان السكر ملي كنكبوا عليه الماء راه كيذوب راسو، وعاد تزيدوا باقي المكونات صافي وتوضعوهم فوق العافيه. فبعد الاسئله اللي وصلتني في الخاص، كي بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي واش في بلاصه الماء نقدروا نستعملوا مشروب غازي؟ تقدروا تستعملوا، تقدروا تستعملوا المشروب الغازي الاصفر ولا الاسود، ما كاين حتى شي مشكل. وعاوتاني كاينين الناس اخرين اللي كيسولوني واش نقدروا نستعملوا السنيده الحامضه في العسل. فبالنسبه لي انا ما كنستعمل السنيده حامضه، بالنسبه للسنيده حامضه كيستعملوها الناس اللي كيتحجر لهم العسل. بالنسبه للسنيده حامضه انها ما كتخليش العسل يتحجر وكيبقى مده طويله. فبالنسبه لي انايا هذه الطريقه هذه اللي كنخدم بها بالماء والحامض والقرفه بحال هكايا، هذه هي طريقتي المعتاده اللي كنخدم بها دائما، وكتجي ناجحه 100% وما كيتحجر ليا لا عسل لا والو، كيبقى ليا مده طويله فوق ما بغيتو كنخدم به. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا العسل بدا تيغى، انا دابا غادي نسد عليه وغادي نحسب 20 دقيقة. الشكل النهائي ديال العسل ديالنا بعد ما كيطيب تقريبا 30 دقيقة، من 20 حتى 30 دقيقة اللي كياخد معانا صافي، كنخليوه حتى كيبرد تماما، هذا كنحلو عليه. فهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه بعد ما تنزولوا داك الحامض وديك العود ديال القرفه والقرنفل واتاي صافي، كنستعملوه في اي حاجه بغيناها.
هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى انكم تجربوه واكيد روقكم ولقى استحسانكم. فما تنساوش دعموا القناة بلي لايك وبلي بارتاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعاية الله، والى فيديو اخر من ديلي السكينة.